الرئيس السيسي يجري مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقصر الاتحادية. الرئيس السيسي يوجه الحكومة بترشيد المصروفات العامة والاستمرار في جهود الإصلاح المالي. الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط موظف بالإصلاح الزراعي لتقاضيه مبلغ مالي على سبيل الرشوة. موجز لأهم وآخر الأنباء من تلفزيون النهار، أهلا بكم. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة ودور السكرتير العام في حفظ الأمن والسلام وتحقيق الاستقرار وجهود الأمم المتحدة إزاء الأزمات في المنطقة العربية خاصة في سوريا وليبيا واليمن وجهود التوصل لإقامة حل دائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية وحل إقامة الدولتين وسبل محاربة الإرهاب وتوفير الآليات اللازمة في إطار المنظمة الدولية والتعاون مع مصر في هذا الصدد. أوضح ذلك وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع سكرتير عام الأمم المتحدة عقب المباحثات الموسعة بين غوتيريش والرئيس السيسي صباح اليوم. وأكد شكري أن مصر تقدر جهود الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ الشرعية الدولية. ومن جانبه أكد سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مصر شريك أساسي للأمم المتحدة في المنطقة، وتعاوننا مع مصر يمتد في العديد من المجالات لتحقيق الأمن والسلام. وأعرب غوتيريش عن امتنانه للجهود المصرية في سبيل الوصول إلى تسوية في القضية الليبية، مؤكدا أن مصر تلعب دورا هاما في ليبيا ونهدف معا لتجنب المواجهة بين الفصائل في ليبيا وتحقيق الاستقرار في هذا البلد. وحول قرار ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، قال غوتيريش إن الأمم المتحدة أصرت على أن أي قرار يجب أن يحترم سيادة سوريا على أراضيها بما في ذلك الجولان، ونأمل ألا يكون لهذا القرار أثر سلبي، ونؤكد سيادة سوريا على الجولان المحتل. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والمتابعة الإدارية والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، وذلك بحضور نائبي وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة ونائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي. تناول الاجتماع عرض نتائج الأداء المالي للدولة ونتائج جهود الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات من السلع غير البترولية بما يساهم في استدامة مصادر النقد الأجنبية. ووجه السيد الرئيس بترشيد المصروفات العامة والاستمرار في جهود الإصلاح المالي لتحسين القدرات المالية للدولة وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في جميع المجالات. كما وجه السيد الرئيس بقيام الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتكوين قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعظيم الصادرات، وذلك من خلال منتجات تنافسية ذات قيمة مضافة يرتفع فيها نسبة المكون المحلي مع تحديد الأسواق المستهدفة. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي، مؤكدا عزم الحكومة على التوجه إلى تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء. وأضاف مدبولي بأن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر. جاء ذلك في اجتماعه اليوم لمتابعة استراتيجية الحكومة لتوطين صناعة السيارات والأوتوبيسات الكهربائية. ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بتشكيل لجنة تضم وزارات الانتاج الحربي والتنمية المحلية والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والنقل والكهرباء والبترول والتعليم العالي والداخلية والسياحة والهيئة العربية للتصنيع واتحاد الصناعات وعدد من الجهات الأخرى المعنية لتتولى التفاوض ودراسة العروض المقدمة من الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع السيارات والأوتوبيسات الكهربائية. وأكد رئيس الوزراء على أهمية تبني خطة لاستبدال كل الأوتوبيسات القديمة والمتهالكة التي تعمل بالسولار بأخرى تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي في خلال السنوات الخمس المقبلة.
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضرباتها الاستباقية المتلاحقة، وتمكنت وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط موظف بالإصلاح الزراعي بسوهاج متلبسا بتقاضي مبلغ مالي من أحد المواطنين على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات شراء وتقنين ملكية أرض تابعة لأملاك الدولة بسوهاج. ختاما كان هذا موجزنا لأهم وآخر الأنباء من تلفزيون النهار، أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.